تتواجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من الفتنة. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة وبيقول لهم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالصحابة ظنوا أن الكبر شيء له علاقة بالمظاهر، فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فهل هذا كبر؟ ربنا سبحانه وتعالى ركب في طباع الناس حب إن مظهرها يكون جميل وشكلها يكون حلو وإن الإنسان يكون مهندم قدام الناس. هل ده يعتبر من الكبر اللي ربنا سبحانه وتعالى يعاقب عليه بهذه العقوبة العظيمة؟ هل ده مرض من أمراض النفس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس وعدم تقبل الحق. النهاردة هنتكلم على فتنة كبيرة مصاب بها أغلب الشباب، سواء كانوا شباب أو بنات، سواء كانوا رجالة أو ستات، وإن كان مصاب بها في الواقع البنات أكتر. فتنة اللبس، فتنة الموضة. ربنا سبحانه وتعالى ما أيدش لبس الراجل أو الست بشكل أو لون أو هيئة معينة، هو بس أمرنا بستر العورة. قال لنا إن عورة الراجل من السرة للركبة، وعورة البنت كل جسمها ما عدا الوجه والكفين. لكن المشكلة النهاردة إنه ثقافتنا اتغيرت نتيجة لضعف مادي، نتيجة لضعف حضاري. بقينا دايما نحب نقلد الأقوى، نحب نعمل زي الأغنى من الدول والثقافات في كل حاجة حتى في اللبس. زي ما كان يقول زمان ابن خلدون، المغلوب دائم مولع بتقليد الغالب في شعاره وفي زيه في لبسه ونحلته، يعني حتى في الدين والعقائد وفي سائر أحواله وعوائده. دي سنة الكون، حب تقليد القوي، حب تقليد الغني في كل حاجة. فأصبح مع مرور الوقت في ثقافتنا بما فيها في لبسنا، في أنواع الموضة اللي بنحب نقتنيها، أغلبها بيكون غير منتمي لثقافتنا العربية أو الإسلامية. وأصبحت الأزياء خاصة لبس البنات بيكشف من العورات أكثر مما يستر، ومع مرور الوقت أصبحت فتنة للبنت والراجل على السواء. وفي مشكلة أكبر النهاردة في المجتمع في موضوع اللبس، إنه أصبح أغلب الناس في مجتمعاتنا ما يعجبهاش العجب، خاصة فيما يتعلق بلبس البنات. مرة بسأل بنت محجبة، بقول لها هل بتواجه مشكلة مع الناس بسبب لبسك في حياتك؟ قالت لي مجرد وجودي بأي لبس أي ما كان شكله عامل إيه بيعمل لي مشكلة. مثلا تقول لي أحيانا بروح الشغل بعباية سودة بتكون واسعة، بسمع انتقادات كتير للغاية، إنه لازم يكون في يونيفورم بشكل معين، لازم يكون براند بنوع معين، لازم أكون عاملة ميك اب بشكل معين، ويبدأوا يقولوا عليا مقفلة، مع إن أنا بشتري لبس خاماته حلوة سعره غالي. لكن جزء كبير من المجتمع أصبح مش متقبل نوعيات معينة من اللبس، ومع مرور الوقت أصبح هناك ضغط نفسي على الناس وعلى الصحاب حتى من الأهل في البيت. مجرد إن البنت تلبس لبس محتشم، للأسف في بعض البيوت ممكن الأم تقول في البيت لازم تلبسي زي صحابك، لازم تلبسي زي بنت الجيران، لازم تلبسي زي الناس اللي في الجامعة. أصبحنا فعلا زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، القابض على دينه كالقابض على جمر. وجزء من فتنة اللبس والموضة إنه مع تعلق القلب الشديد بحب المظهر قدام الناس بيصاب القلب بحالة من الوهن. صحيح إحنا بدأنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة بيسأل النبي، بيقول له الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، والنبي ما أنكرش ده. لكن الموضوع أكتر يا جماعة متعلق بالنوايا. لو اهتمام الزايد بالموضة وباللبس وبآخر صيحات الموضة دايما بدأ يستولي على القلب والعقل، ممكن يسبب حالة من حالات الجنون. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طيب الدرهم والدينار احنا عارفينهم الفلوس، أمال إيه القطيفة والخميصة؟ القطيفة أي لبس بيكون فيه أهداب اللي احنا بنسميها كده الشراشير، والخميصة نوع من اللبس زمان كان بيصنع من الصوف،
يعني كأنه دي كانت البراندات الموجودة على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول تعس عبد القطيفة والخميصة. ويبدأ أي إنسان يتعلق بمثل هذه الأشياء تعلق شديد، يبدأ يدور على أحسن وأحدث صيحات الموضة، يبدأ القلب يصاب بشيء من المرض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في آخر الحديث: وإذا شيك، يعني لو أصابته شوكة فلا انتقش، ما يقدرش يطلع الشوكة دي، كأن ده حاله لشدة حرصه على الدنيا، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي على ده طبعه. وجزء تاني من فتنة الموضة في مجتمعاتنا النهاردة إن أحوال الناس بتتغير من وقت لوقت ومن زمن لزمن. في كل وقت بنلاقي إنه أغلب الناس ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوسع عليها، ممكن يتغير حاله من اليسار للإعسار، ممكن اللي كان امبارح ربنا موسع عليه النهاردة يبدأ يضيق عليه شوية في الرزق بعد ما كان بيشتري كل اللي نفسه فيه، وبعد ما كان بيجيب أحدث الماركات والبراندات العالمية من اللبس. البدلة بيشتريها من عند فلان، الفستان بتشتريه من عند علان. ممكن لما يبدأ حاله يتغير ما يقدرش يبدأ يشتري نفس اللبس اللي كان بيجيبه من كل هذه المحلات، ويبدأ القلب في الحالة دي يصاب بشيء من الحسرة والحزن والألم. وعشان كده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. ومن فتنة اللبس والموضة النهاردة إنه للأسف أصبح من معايير تقييم الناس للناس هو بيلبس إيه، هو بيشتري منين. أعرف أحد رجال الأعمال وهو شاب، يعني تقريبا في بداية الثلاثينات، كان متعود دايما إن هو يجيب لبسه دايما من فرنسا، وكان عنده عادة غريبة إنه كان بيشتري الطقم بتاعه، الساعة من بلد، البدلة من بلد، الشنطة الجلد من بلد. ربنا سبحانه وتعالى مع مرور الوقت أصيب هذا الرجل بحالة من حالات الإفلاس، فكان يقول لي: ممكن أقعد بالشهر والشهرين مخرجش من البيت. بقول له: ليه؟ يعني إيه المشكلة تنزل وتقابل الناس؟ بيقول لي: أنا مكسوف أظهر بغير الصورة اللي الناس عرفتها بيه عني. دي مشكلة اخشوشانه فإن النعمة لا تدوم. ومن صور فتنة اللبس والموضة في زماننا وفي مجتمعاتنا إنه ممكن الإنسان المسلم أو البنت المسلمة يمنع من العمل في مكان، وممكن رزقه ينقطع لأنه مش موافق ومش راضي يلتزم بالزي المطلوب في الشغل ده عشان بيغضب ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة في أماكن في بعض الدول العربية والإسلامية في شركات ممكن تمنع المحجبات من الشغل في أماكن معينة لأن معايير الموضة العالمية اختلفت. الموضة بتقول إنه لازم البنت هنا تشتغل بدون حجاب، لازم تكون حاطة فول ميك اب، وللأسف ده أصبح موجود في بعض المجالات في حياتنا. بعض شركات الطيران ممكن تمنع إن هي توظف بعض البنات غير المحجبة، وإن كان بدأ يحصل توظيف للمحجبات في عدد كبير من شركات الطيران. ممكن نلاقي ده موجود أحيانا في بعض الفنادق الخمس نجوم. أنا بقول بعض، مش في كل الأماكن دي بتشترط ده، لكن للأسف بعضها بيشترط إن البنت أو السيدة لما تقدم ما تكونش محجبة. فده للأسف ممكن يفتن عدد كبير من الناس في دينهم، ممكن يفتن عدد من البنات لأن هم نفسهم يبدأوا يشتغلوا، نفسهم ينخرطوا في المواقع وفي الشغل، ويحبوا يظهروا ويكون لهم حظ في الأماكن دي، وبيضطروا بالفعل مع ضعف الإيمان يخلعوا الحجاب ويستجيبوا لكل ده. ومن فتنة اللبس والموضة النهاردة إنه للأسف أصبح من معايير تقييم الناس للناس هو بيلبس إيه، هو بيشتري منين. بدأ للأسف تظهر حالة من حالات احتقار الناس لبعض الناس لما مش بيجيبوا آخر صيحات الموضة. ممكن بعض الناس يكون مش منشغل قوي أو مش مهتم قوي إيه هي آخر موضة السنة دي في اللبس. إنسان بسيط أو إنسانة بسيطة بيشتري لبس كويس ونظيف ومحترم ولونه متسق وخلاص، فيبدأ المجتمع أو الشلة يصنفوهم ويبدأ والعياذ بالله الاحتقار. فتلاقي النهاردة عشان البنت تتجوز ويبدأ يتسابق عليها الخطاب لازم تلبس بشكل معين، لازم تشتري لبسها من المحل الفلاني اللي هي ممكن تكون حرام أو فيها كشف للعورة، مش مهم، المهم إن هو ده الموضة. الراجل والبنت يا جماعة اللي مصاب بفتنة اللبس أو بفتنة الموضة وبيكون لبسه مش شرعي، مش بس هو اللي واقع في الفتنة، المشكلة الأكبر إنه بيسبب معاصي وفتن لغيره. البنت اللي لبسها بيكشف أكثر مما يظهر، هي بتفتن غيرها من الشباب. طبعا واحد هيقول لي: الشاب برضه مطالب ان هو يغض بصره، وانتوا دايما جايين على البنت لان احنا مجتمع ذكوري. ايوه يا جماعه، نعم الشاب والله مطالب ان هو يغض بصره، والاثم واقع عليه مع اطلاق البصر زي ما بيقع على كل واحد او كل بنت بتكشف العوره. لكن خلونا نتكلم بواقعيه. تفتكر لو انه اصبح ثقافه عامه انه اغلب اللبس في المجتمعات او في تجمعات معينه زي الجامعات مثلا او غيرها انه لبس مثير بشكل واضح وشكل مستفز للغرائز، هل ممكن الإنسان أو الشاب يغض بصره بسهولة؟ ممكن يعمل ده أول مرة، تاني مرة، وبعد كده بيبدأ القلب يضعف ويعتاد على مثل هذه المعاصي.
من أكتر الحاجات اللي بتقلل ميزان حسناتنا يوم القيامة إننا نكون سبب فتنة لغيرنا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. اللبس يا جماعة زينة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، وربنا بيحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن تعالوا نخلي لبسنا موافق للشرع. مفيش مانع تلبس أي حاجة جميلة بس يكون فيها صفات الزي الشرعي. اللي هي إيه صفات الزي الشرعي؟ أول حاجة يكون ساتر لكل الجسم، ومعنى ساتر يعني مش بيكشف شيء من العورات، اللي هي بتكون أصلاً العورة دي في الراجل ما بين السرة للركبة، إنه ما يكونش شفاف، إن هو لا يصف، يعني مش بيجسم العورة بتاعت الرجل أو البنت. ومن شروط اللبس الشرعي إن الرجل ما يتعمدش أو البنت ما يتعمدوش يلبسوا لبس بيشبه لبس البنات أو لبس الرجالة. تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال منهي عنه يا جماعة. ومن شروط اللبس إنه ما يكونش لبس شهرة، سواء كان للراجل أو للبنت. ومعنى لبس الشهرة هو أي لبس غريب وشاذ الواحد بيلبسه عشان الناس تشاور عليه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار، نعوذ بالله من النار. من أجمل آيات القرآن قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللبس نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا بيفكرنا بعدها: ولباس التقوى ذلك خير. والله يا جماعة ولباس التقوى ذلك خير. ربنا يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.